وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، كما ذكر تبارك وتعالى في القرآن عن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فيأتي الإنسان من جهة الصلاة حتى يشغله عن الصلاة، عن الصيام، عن الحج، عن الزكاة، عن الجهاد، يعني يتفنن في إشغال الإنسان وحرف الإنسان عن الطريق المستقيم. وكل ما يشغل الإنسان عن الطريق المستقيم داخل في هذا المعنى، فهو عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا نتخذه عدوا؟ لأنه يشغلنا عن الطريق المستقيم. لماذا قال تبارك وتعالى في بعض الآيات إن من أولادكم، إن من أموالكم، إن من أزواجكم عدو لكم فاحذروهم. فكل ما يمنع الإنسان عن الطريق المستقيم، يحرف الإنسان عن الطريق المستقيم، فهذا عدو.